اهلا بيكم معانا في قناتكم المتنوعه شيكو سبيس. حلقتنا النهارده ان شاء الله هتكون شرح مبسط للباست كونتينوس تنس او زمن الماضي المستمر. بس لو لسه ما اشتركتوش في قناتنا لحد النهارده انزلوا يلا بسرعه دوسوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. اول حاجه بنبدا بيها في شرح اي تنس هو اليوسج او الاستخدام. ليه اصلا بنستخدم زمن الماضي المستمر او past continuous tense؟ First of all, a background action that was interrupted by another action, both of them are in the past. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حدث في الخلفية حدث مستمر اضعوا حدث تاني عارض. في حدث مستمر وحدث تاني جه وقطعوا. ففي الحالة دي بنستخدم الـ background action أو الحدث اللي كان مستمر في الخلفية هو اللي في الـ past continuous tense، والحدث اللي بيقطعه هو ده اللي بنستخدمه في الماضي البسيط أو الـ past simple. أوكي؟ زي ما حضراتكم شايفين في الـ example كده، while I was studying the doorbell rang. أثناء ما كنت بذاكر جرس الباب رن. The second usage أو تاني استخدام معانا هو الـ parallel actions. يعني إيه parallel actions؟ يعني two actions were happening at the same time. يعني حدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت ومستغرقين نفس الـ time، نفس الوقت كانوا بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت، مفيش حاجة منهم قطعت التانية. زي الـ example اللي قدامنا ده كده، just as I was eating، أثناء ما أنا ما كنت باكل، my brother was playing video games. أخويا كان بيلعب فيديو جيمز. لا أنا سبت أكلي عشان هو بيلعب فيديو جيمز، ولا هو ساب الفيديو جيمز علشان أنا باكل. مفيش حاجة مننا قطعت التانية. عشان كده دول اسمهم two parallel actions، يعني حدثين متوازيين ماشيين جنب بعض مفيش حاجة منهم قطعت التاني. ده برضو بنستخدم فيه زمن الماضي المستمر أو past continuous tense. Also we use the past continuous tense to express an action that was happening at a specific time in the past. يعني بنستخدمه كمان عشان نعبر عن حدث حصل في وقت محدد في الماضي. في وقت محدد. البوينت دي اهم بوينت، لازم يكون وقت محدد specific time. زي الاكزامبل اللي قدامنا ده كده، boys were playing football at 5 p.m. yesterday. ما قالش يسترداي وخلاص وسكت، لا حدد لنا امتى بالظبط يسترداي، قال لنا at 5 p.m. يبقى احنا كده معانا specific time، وقت محدد في الماضي كان بيحصل فيه حدث واستمر فيه لفتره. So او عشان كده احنا بنستخدم زمن ال past continuous tense. In addition to that او بالاضافه لكده، we use the past continuous tense to set a scene or to describe the atmosphere in the past. يعني ايه؟ يعني انا عايزه اوصف مشهد معين كان حاصل، ايه الاجواء اللي كانت محيطه فيه عشان ابدا اتكلم واحكي ايه اللي حصل. او ان انا بحط المشهد بقى، بوصف المشهد، بوصف كل الاحداث اللي كانت حاصله فيه، الخلفيه بتاعته، عشان اقدر اوصف الحاجه اللي انا عايزاها او احكيها، ابدا احكيها. تمام؟ فزي الاكزامبل اللي قدامنا ده كده، the sun was shining and the birds were singing. Okay. يبقى احنا كده حطينا الخلفية، المشهد اللي حوالينا كان ان الشمس كانت مشرقة وكانوا البيردز بيزقزقوا او الطيور كانت بتزقزق او بتغني. فانا ببدأ اوصف الحالة النفسية المحيطة او الاتموسفير العام اللي كان محيط بالمشهد عشان ابدأ احكي ايه اللي حصل بقى فيه. تمام؟ ده برضو بنستخدم فيه past continuous tense. وفي استخدام كمان او usage كمان لل past continuous tense مش كتير مننا يعرفه، وهو ال irritation او ال annoying behavior in the past with always or constantly. It's like a habit in the past with a negative emotion. يعني ايه؟ يعني annoying behavior، حد بيعمل حاجة بتزعجنا مثلا او بتزعج شخص معين، حاجة passive او negative، حد بيعملها بيأذي بيها الناس او بيضايقهم بيها، بيزعجهم بيها، بيضايقهم. ففي الحالة دي بنستخدم always أو constantly between the two parts of the tense اللي هما ال was or were و ال verb plus ing. فاحنا بنحط always or constantly في النص
وفي الحالة دي احنا بنعبر عن annoying behavior in the past زي الاكزامبلز اللي قدامنا دي كده. She was always interrupting people. كانت دايما بتقاطع الناس. Second example. They were always or constantly complaining. كانوا ما بيبطلوش شكوى طول الوقت, كانوا بيشتكوا, كانوا دايما بيشتكوا. فدول كده annoying behaviors, عشان كده احنا استخدمناهم في past continuous with always or constantly. طيب نيجي بقى للفورم. اكيد كلكم خدتوا بالكم اثناء ما كنا بندي الاكزامبلز بتاعت اليوسجز ان هو بيتكون من was or were plus verb plus ing. وطبعا ال was بتيجي مع ال I وال he وال she وال it و any singular noun او اي اسم مفرد, وال were بتيجي مع ال we وال you وال they و any plural noun او اي اسم جمع زي الاكزامبلز اللي قدامنا دي كده. مدحت was working hard at 7 PM yesterday. والاكزامبل التاني مازن ومروان were playing at 8 PM yesterday. لما كان معانا مدحت singular خدنا was plus verb plus ing, ولما كان معانا مازن ومروان plural فاحنا خدنا were plus play plus ing. okay clear. طيب نيجي بقى للجزء المهم جدا وهو جزء الconjunctions او الروابط او زي الكيوردز اللي لما بنشوفها لازم بنستخدم ال past continuous tense, ولازم طبعا نستخدمه بطريقة صحيحة طبقا للرول اللي قدامنا. أول حاجة معنا as و just as و while. الرول بتاعتهم إن احنا بنجيب ال past continuous بعديهم على طول, وبعدين بنحط كومة, وبعدين بنجيب ال past simple. طيب أني action اللي بنحطه في ال past continuous وأني action اللي بنحطه في ال past simple؟ عندنا ال background action وعندنا ال interrupting action. ال background action هو ده اللي بنجيبه في ال past continuous, الحدث اللي كان مستمر في الخلفية, وبعدين بنحط الكومة, وبعدين بنجيب ال interrupting action أو الحدث القاطع اللي قطع الحدث اللي كان مستمر, هو ده اللي بنجيبه في ال past simple بعد الكومة. وما ننساش الكومة, مادام ال conjunction جه في أول الجملة لازم نحط كومة في النص. زي ال example اللي قدامنا كده, while Mazen was studying, Marwan called. أثناء ما مازن كان بيذاكر مروان اتصل, يبقى مازن هو اللي كان بيذاكر, ده كان الحدث المستمر, ومروان اتصل فقطع المذاكرة على مازن. الإكزامبل التاني ده بيورينا لو احنا حبينا نحط الرابط أو الconjunction في النص ايه اللي هيحصل فرق. برضو نفس الرول هتتطبق, ان اللي بيجي بعد الوايل والاز والجست از هو الباست كونتينيوس. طب امال الباست سيمبل هنوديه فين؟ هنجيبه قبل الconjunction تمام, ومش هنحط كومة. مادام الconjunction جه في النص يبقى احنا كده هنشيل الكومة. زي الاكزامبل التاني كده قدامنا, second example, Marwan called while Mazen was studying. Marwan called while Mazen was studying. مروان اتصل اثناء ما مازن كان بيذاكر, وما حطيناش كومة. as you can notice here there is no comma. طيب الرول اللي فاتت دي كان عندنا حدث background أو مستمر وحدث interrupting أو قاطع ليه. إنما هنا تاني رول هنشوف معها difference صغير, إن إحنا هنا هنعبر عن two parallel actions, الحدثين اللي مستمرين أو متوازيين في وقت واحد. هنستخدم برضو معها while و as و just as, بس ال two actions هيجوا هنا في ال past continuous لأن هما مفيش ما بينهم يعني اختلاف, مفيش حد قطع التاني, الاتنين مستمرين متوازيين في نفس ال time, فعشان كده الاتنين هيبقوا في ال past continuous tense. فهتبقى الرول while أو as أو just as plus past continuous and don't forget the comma plus past continuous again. okay two parallel actions. okay طيب الاكزامبل اللي قدامنا, while she was cooking lunch her children were doing their home assignment. يبقى أثناء ما هي ما كانت بتطبخ الغداء أولادها كانوا بيعملوا الهومورك بتاعهم او الهوم اساينمنت بتاعهم. اوكي طيب نيجي بقى لوين. وين هي الاوبوزيت بتاع while و as و just as في حاله الانتربتنج اكشن للباك جراوند اكشن. زي ما حضراتكم هتشوفوا كده دلوقتي, معانا وين بلس باست سيمبل فيرست ذن كوما ذن باست كونتينوس. يعني بعد when هنجيب ال interrupting action الأول في ال past simple, وبعدين نحط الكومة, وبعدين نجيب ال background action أو الحدث اللي كان مستمر في الخلفية هو اللي هيجي بعد الكومة في الفورم بتاع ال past continuous tense.
اوكي زي الاكزامبل اللي قدامنا ده كده. When my father arrived, لما بابا جه, I was doing my homework, انا كنت بعمل واجبي, وحطينا الكوم. طيب لو احنا حبينا نجيب when في النص هيحصل ايه؟ زي ما عملنا هناك برضو, اللي هيجي بعد when هيبقى برضو هو اللي جاي بعدها على طول, هو الباست سيمبل, واللي بيجي بعد الكوم هو اللي هيجي قبل when, ومش هنحط كوم. بصوا الاكزامبل ده كده, I was doing my homework when my father arrived. اوكي احنا كده عندنا ايه الباك جراوند اكشن اهو, was doing my homework, وما حطيناش كوما, حطينا وين على طول, small letter small w, my father arrived في الباست سيمبل, past simple tense. اوكي now it's okay with conjunctions, now let's move to negative, how to form the negative of the past continuous tense. We have was or were, and we have verb plus ing. We will insert not here after was or were. Was or were دول هنا اللي هما ال helping verb أو ال auxiliary, هنحط not بعدهم ونكمل عادي خالص verb ing زي ال example اللي قدامنا ده. مازن wasn't watching TV at 7 PM yesterday. Another example, the girls, ده طبعا هنا plural, the girls weren't listening to music at 9 PM yesterday. Okay, so we add not after was or were, and then continue. This is the negative form. Now let's move to interrogative or question form. As we all already know, زي ما كلنا عارفين, عندنا two types of question. We have two types of question. Yes or no question or WH question. For yes or no question, we should start with an auxiliary verb أو helping verb, فعل مساعد, اللي هو عندنا طبعا في التنس بتاعنا ال was or were, طبعا بكابيتال W. Okay, then subject, then verb ing, ولو في أي complement تكملة, وبعدين ما ننساش ال question mark. وهتكون الإجابة هنا ب yes subject was or were, or no subject wasn't or weren't. تعالوا نشوف example. Were you walking to school at 7 AM yesterday? هل انت كنت ماشي رايح المدرسة امبارح الساعة 7 الصبح؟ يا اما الاجابة تكون بيس فتبقى yes I was, يا اما تكون الاجابة بنو فتبقى no I wasn't. طيب اما لو WH question الفورم هيكون عامل ازاي؟ شايفين الفورم ده was or were plus subject plus verb ing plus question mark, اهو was or were plus subject plus verb ing plus question mark, هو هو. امال ايه difference؟ difference هنا ان هنا was or were small letter, عشان حطينا قبليهم question word بدأ بكابيتال letter, تبدأ بحرف capital, يبقى كل الفورم هو هو, بس difference ان احنا نبدأ بquestion word في الاول بquestion word, وهنحط بعدها ال was or were بsmall letter مش بكابيتال letter زي ما كنا بادئين بيها هنا, هنا كانت في البداية فخدت capital. تعالوا نشوف example. Why were you running in the street? Why were you running in the street? ليه كنت بتجري في الشارع؟ Any answer بقى, أي full sentence مثلا زي because I was in a hurry, عشان أنا كنت مستعجل. طبعا مش شرط why, any question word, what, how, okay, أي question word. نتمنى يا رب تكونوا فهمتوا التنس ده كويس جدا, ما يكونش فيه أي مشاكل. لو في اي كومنتس عندكم هنستناها في الكومنتس, وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد من قناتكم المتنوعه شيكو سبيس. بنشكركم, ثانك يو فيري ماتش, باي باي.